يبدو أن المواجهة بين الجيش الأمريكي وجماعة الحوثي وصلت مرحلة غير مسبوقة، وهذا يتجلى من خلال الضربات المتبادلة خلال الساعات الماضية. فبعد توجيه الجيش الأمريكي سلسلة ضربات على أهداف للحوثيين في محافظة صنعاء وعمران وصعدة والحديدة، ردت الجماعة بضرب حاملة الطائرات التي أقلعت منها المقاتلة الأمريكية. USS أبراهام لينكولن تعرضت وفق بيان الحوثيين لهجوم بالصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة في البحر العربي، بالتزامن مع هجوم مماثل استهدف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر. هجوم الحوثيين يمثل ذروة المواجهة مع الترسانة الأمريكية البحرية المرابطة قبالة اليمن، والتي تضاهي الأسطول الأمريكي في بحر الصين، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا لإدارة الرئيس القادم دونالد ترامب. ومع استمرار الضربات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، يغيب اليمن تماما عن مخرجات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، فقد خلت مخرجاتها من ذكر العدوان على اليمن، مكتفية بالتأكيد على قرارات القمة المنعقدة في العام المنصرم، والتي لم تنفذ قراراتها بخصوص كسر الحصار عن غزة، لتعقد بالأمس قمة وسط خيبة أمل في خطوات عملية توقف شلال الدم في غزة ولبنان. حالة الإحباط من مخرجات قمة الرياض واجهتها المقاومة في لبنان وغزة بمزيد من الصمود الأسطوري الذي لا زال يشعل بصيص الأمل في الأمة رغم الخذلان والتواطؤ، فحزب الله في لبنان يعيد ترتيب صفوفه ويكثف من هجماته الصاروخية على مواقع إسرائيلية، بينما تنفذ المقاومة في غزة عمليات نوعية تزلزل صفوف الاحتلال، مؤكدة على أنها لا تزال صامدة مهما اشتدت وطأة القصف. غير أن صمود المقاومة واستبسالها يقابله في غزة استمرار جرائم الإبادة بحق المدنيين والنازحين، إذ شهد فجر اليوم غارات إسرائيلية مروعة أزهقت أرواح العشرات في مشهد يرسخ حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل القتل الجماعي في ظل عجز عربي ودولي في وقف أبشع جرائم التطهير العرقي في العصر الحديث. وهنا يأتي السؤال، كيف يمكن للأمة أن تستفيق من سباتها؟ سؤال تتردد أصداؤه في أرجاء المنطقة، ويبدو أن إجابته لن تأتي قريباً.